حاجة خطيرة جدا تمر على النادي العريق، نادي السمرقع. نادي السمرقع بدأ يدحدر، أنا حاس إنه بدأ يدحدر كرئيس لمجلس الإدارة، والسبب واضح ومعلوم للعيان. السبب هو المدرب اللي تعاقدنا معه، دقنا ركبة. نبغى مدرب ينتشلنا من الحضيض. حلوة الحضيض، سجلها قاعد، سجل الحضيض حلوة، قالها رئيس مجلس الإدارة. أيوة، ينتشلنا من الحضيض على أساس نغلب نادي المخافيف. نعم. اللي غلبنا بأربعة صفر، نبغى نخليها 8-0 عليهم. نعم نعم، ما هذا الواجب. نعم، علشان كذا اجتمعنا. تسمحوا لي؟ ها؟ تسمحوا لي؟ لحظة شوي. طيب اسمحوا لي، فوضى هي؟ ايه طيب، تعال نتشاور. قرر مجلس الإدارة السماح لك بالكلام، تفضل. ايه خلاص، سمحتوا لي. زين، شوف أنا ما أدري وش أقول، لكن أنا أقول ودي إني أعرض عليكم اقتراح، وأرجو إن شاء الله أنه تقبلونه. أنا تعرفوني، أنا واحد من عيال النادي اللي تربيت في النادي، وتعبت وأنا ألعب كورة. نعم. لأن تكسرت رجلين، حتى شوف سيقاني كلها مكسر. نعم نعم نعم. يعني ضاع عمري كله وأنا ألعب، وودي يعني أنها تسلح لي إن شاء الله فرصة مثل ذي، وعشان أثبت ولائي ووفائي للنادي. يعني شكرا، بس هذا اللي أقول. ودي يعني أنا إلا ودي يعني انكم تخلوني مدرب للنادي، ما فيها شيء والله، لا خليكم تكفخون ذا المكافيخ دول والله. ايش يعني بس ما احنا جايين نتمسخر. خلنا نسمع شو يقول. قلبينها ضحك، ما يستحون على وجيههم. انا ادري ابناء المخلصين. تبي تدرب؟ نعم ودي ادرب. استح على وجهك، لا تعود تكفى. ليه؟ انت تدرب وراك الله يهديك. أص شوف، سكتوا معي. أص المفروض انكم تشجعوني وتقولوا لي شد حيلك. أص أص اقول لك أص أص أص. طيب أص أص. ايوه انت انا داري انك انت ما بغيت التدريب الا على اساس اغراض ماديه، صح ولا لا؟ نعم نعم. سجل عندك هذه اغراض ماديه. نعم. لا بس شوف، صحيح هو يعني الواحد وش يسوي؟ يعني انا وش كل عمري وانا في ذا الارشيف في ذا النادي منطول، و يعني لو انكم شوي تعطوني تزودون راتبي، ها تخلونه 4000 عشان اقدر ادفع اجار الشقه. انا ساكنه في شقه، رحت صلحه من ذا النادي، طول عمري وانا خدمه. تكفون يا ربع. 4000. أص 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 ساعدوني. أص 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 شلون أص 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 خلاص أص. إيه أنا أقولكم والله، شوف ننزل الملعب يا شيخ بركب، والله نجيب 6-7. أص 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 اركب بس. لك أسبوع وأنت تدرب الفريق، وش فلحنا؟ انغلبنا 4-0 من نادي المخافيف. من نادي المخافيف يغالب نادي السمرقع وسبه انت. لا وش السبه انا؟ تمسكوني النادي قبل المباراه بخمسه ايام وتقولون العب؟ لا مالك على هذه امور ما تعرف. لا لا لا. احنا لازم نتدخل في كل صغيره وكبيره، فاهم؟ طيب خلاص، هذا انا قلت المهم اللي في قلبي وكيفكم. بس طيب بس بس يقول بس. على فكره، علشان كذا ولينا المهمة الجسيمة هذه اللي هي التعاقد مع مدرب جديد إلى أخونا المكافح الكشرة البهية، طالع وجه ويجيب لك مدرب، طالع الأخ بشير. تجيب مدرب يعني، وحنا نقعد بس كذا يعني نلعب؟ طبعا أنا بس أقول لك يعني أنا مستعد. وزهلوها هذه، خلوه برقبتي. صحيح انا رقبتي ما تتحمل كم واحد من جبت مدرب، لكن زهلوها هالمره علي انا. وابشروا باللي يبيض ان شاء الله وجيهكم، وان شاء الله بمدرب انما يكون ان شاء الله يحق لكم ان شاء الله في المباراه الواحده 10 اهداف ان شاء الله فينا ان شاء الله. ادري يلا